السلام عليكم، أنا عبد المجيد الأشهاب، أستاذ التربية الموسيقية. اليوم سنتطرق إلى التعرف على طريقة عزف صنعة لحبيبي أرسل سلام، أو لحبيبي أرسل سلام. هي صنعة أندلسية على طبع الحجاز الكبير. سنحاول تقسيم لحنها إلى مقاطع صغيرة والتعرف على طريقة عزفها بطريقة جد مبسطة تهم المبتدئين بالدرجة الأولى. لنستمع ونستمتع. شكرا. قبل البدء في عزفها يجب معرفة المقام ديالها أو طبعها. في الموسيقى الأندلسية نقول طبع. طبع اللي صنعت لحبيبي نورس السلام هو طبع حجاز الكبير. الحجاز الكبير يستقل على درجة الري وفيه علامات تغيير أو تحويل كالمي بيمول القريبة من ري، ري مي بيمول، ثم الفا ديز، ثم سول لا سي بيمول أحيانا، وأحيانا سي بيكر. تارة نعزف سي بيمول وتارة نعزف سي بيكر على حسب اللحن، ثم دو ري. إذا قبل البدء يجب التمرن على هذا الطبع صعودا ونزولا، وهو يقابل مقام الحجاز في الموسيقى الشرقية. إذا يستقر على درجة الري. ننطلق من ري بالإبهام، نضع السبب على المي بيمول، الوسطى في على الفا ديز، ثم ننتقل كذلك بهذه الطريقة ري مي فا سول. الإبهام يمر من تحت الأصابع الأخرى. بمجرد ما ينزل على السول، اليد ديالنا يأخذ الوضعية ديال السول بهذه الطريقة، سول لا سي دو ري. عوض أن نعزف السي بيكار أو السي طبيعية، نعزف سي بيمول في هذه الحالة، سول. إذا ري مي فا سول لا سي دو ري، نزلا دو سي لا سول فا مي ري. هذه تمرين، هذا عفوا تمرين نستمر فيه لغاية ما تحسوا بمرونة. بالنسبة لليد اليسرى فقط نركز على الوضعية الري، ونبقى طول العزف تقريبا على هذه نفس الوضعية. اليد اليسرى فقط يتبع اليد اليمنى في بعض العلامات، كعلامات في البداية أو في نهاية الجملة، فقط باش لكي نسهل طريقة العزف. الوضعية ديالنا ري مي فا سول لا، نضع يدنا بهذه الطريقة. نركز على اليد اليمنى. المقطع الأول، يا حبيبي أرسل سلام. سأعيد بالحروف الموسيقية، فصل لا لا دو سي لا سول سي لا سول فا مي ري دو ري. أقسمه، إذن يبدأ بالفا دياز بالملمس الأسود، الأصبع الوسط يعني الوسطى. فا سول، نمر إلى العلامة السول بهذه الطريقة، فا سول لا. سأعيد، فا سول لا لي حبي. اليد اليسرى فقط نبدأ بعزف العلامة الأولى اللي هي الري مع الفا دياز، لي حبي. نضيف لا أخرى مع الأصبع الأول في اليد اليسرى، لحبيبي. سأعيد، لحبيبي أرسل دو سي لا سول أرسل. سأعيد، لحبيبي أرسل. سأستمر
بالنسبة للأصابع، نكون في وضعية سول، نبدأ الجملة سلام بسي بيمول بالوسطى، سي لا سول، سي لا سول، يجب أن ننتقل. طريقة سننتقل بالأسبوع الرابع لكي نأخذ هذه الوضعية، سي لا سول فا مي ري دو ري. سلام. إذن من البداية، المقطع الموالي بالكلمات لحبيبي أرسل سلام بالحروف الموسيقية ر ر ر لا دو سي لا سول سي سي. سأشرح. إذن نكون في وضعية الري أو وضعية الدو في المقطع الذي سبق. لكي ننتقل إلى هذه الجملة نفتح يدنا بهذه الطريقة، ونركز دائما على هذا الانتقال، دائما يكون بهذه الطريقة ري، من الري إلى جوابها الري، لا ننشغل باليد اليسرى، دائما قلنا تعزف العلامات التي، إذن ري 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 لا بهذه الطريقة، ري 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 ثلاثة ديال ري ثم لا. نبدأ اليد اليسرى تبدأ مع العلامة الأولى وتنتهي مع العلامة الأخيرة في هذه الجملة. لاحظ إذن ري 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 لا لحبيبي أرسل دو سي لا سول بهذه الطريقة، نكون في وضعية سول، في وضعية سول فنلقى سهولة في عزف هذه الجملة دو سي لا سول. سأعيد لحبيبي نرسل سلام، ماذا أضفت؟ سي سلام، سلام مع سول سي 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 أو سي سي. الجملة كلها مع السولفيج ر ر ر لا دو سي لا سول سي سي. الجملة الموالية بالكلمات لحبيبي أرسل سلام بالسولفيج سول سي سي دو ري دو سي 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 ري دو ري سي دو لا دو سي لا سول مع الشرح. إذن سول مع ري بداية سول سي سي دو ري دو سي، الجملة تنتهي في السي مع السول في اليد اليسرى، سي مع السول سول سي سي دو ري دو سي، يدنا اليمنى في الوضعية ديال السول، جملة بسيطة فقط سريعة نوعا ما. سول والبداية إذن نستمر نرسل سلام بالسولفيج سي سي ري دو ري سي دو لا دو سي لا سول. الجملة الموالية تبتدي عفوا بفاديز بالسولفيج فا صول لا سي لا صول صول فا مي فا صول لا فا مي ري دو ري ببطء نوعا ما لأنها جملة نوعا ما معقدة نوعا ما.
فا اليد اليمنى دائما فا ديز بالاصبع الثالث فا سول لا سي لا سول سول فا سول لا سي لا سول سول فا مي سأعيد سأعيد ثم أتمم فا سول لا سي لا سول سول فا مي فا سول لا فا مي ري دو ري. بالنسبة لليد اليسرى تتبع اليد اليمنى في بعض العلامات مثل الري والفا دياز أو تارة لا راحت. الري والفا ثم الري جملة كاملة ببطء مع السولفيج فا سول لا سي لا سول سول فا مي فا سول لا فا مي ري دو ري. تتمة الجملة تبتدئ بمي بيمول لاحظ مي فا سول يمر من تحت الأصابع مي فا سول لا سول مي فا سول لا سول ممكن أن نضيف سول باليد اليسرى تتم جملة نهائية سأقسمها إلى أجزاء صغيرة إذن تبتدئ تشبه نوعا ما جملة سبقت تبتدئ بالفاديز فاديز مع الري فا سول لا سي لا سول سول فا مي سبق وأن عزفنا هذه الجملة فا سول لا سي لا سول سول فا مي نضيف مي ري مي الخلاف ما بين الجملة التي سبقت مي ري مي إذن فا سول لا سي لا سول سول فا مي مي ري مي فا سول لا سول فا مي الجملة الأخيرة فا سول لا سول فا مي ري دو ري ننتقل بهذه الطريقة إذا سأعيد هذه الجملة التي بدأناها بالمي بيمول مي فا سول لا سول فا سول لا سي لا سول سول فا مي مي ري مي فا سول لا سول فا مي ري دو ري من البداية إلى النهاية